معاك ثمنه يبقى براحتك. ايه ده يا بنتي؟ انا مش جواهرجي. في ايدك ده ساوي اكتر من تمن الحقوق دي بكتير. خده ومش هتندم. ما فوق لك بس هنبقى نتحاسب. بس يعني بس ايه؟ خليك حلو. شمامه ايه بس يا عم الحاج؟ هي بتطحن الفياجرا وبتشمها ولا ايه؟ هو في دماغ جديده نزلت في البلد واحنا ما نعرفهاش؟ بتفهم في الذهب يا عم؟ ذهب ايه بس؟ انا سامعك بتقول فياجرا ومش عارف، هو في فياجرا حريمي؟ في ايه بالظبط؟ فياجرا حريمي ايه؟ انت هتستعبط. بقول لك ايه؟ معلش انا كل اسئلتي هتبقى عبيطه، استحملني شويه. هو ايه اللي جوه العلب دي بالظبط؟ غريبه. ده كامل قال لي انك نسيب شافع بيه. ايه؟ هو مرتفق ولا ايه؟ يا نهار اسود على ده زمان. ابو حنف، تعالى ابو حنف، انت جيت من شغل بدري ليه؟ تعالى فهمني. انطق. شافع فين؟ شافع ايه يا جدع؟ ما اعرفش عنه حاجه. انطق بدل ما انفخ اكتر ما انت منفوخ. شافع فين يا جدع؟ ما اعرفش عنه حاجه يا جدع. في ايه؟ ماشي، بس انا كلامي مش معاك، انا كلامي مع الكلب اللي مشغلك. اوعى فضيحه عمرك ما شفتها. ايه افتح اللي جايبك الساعه دي؟ في ايه الدخله ده يا محمود؟ ما ده ده مخدرات يا شافع؟ ده محمود بتخلينا نبيع مخدرات؟ ايه محمود بتاكل اختي من فلوس المخدرات؟ اهدى يا جدع. اه اه عايز تضيعني؟ ها عايز تضيعني يا ابو نسب؟ محمود محمود خلينا نبيع مخدرات. طولت ليه يا بيبي؟ ده انا بردت خالص. ايه ده انت بتندرب؟ طب لما تخلص يبقى صحيني من النوم بقى. طب استنضف يا معفن، هم دول اللي بتخون اختي عشانهم؟ ما تظلمنيش يا محمود، دي ظروف يا جدع. انا ذوق انضف في كده بكتير، بس دي اللي لقيتها النهارده. بتشيل لي مخدرات يا شافع؟ بتخليني الف على الصيدلات مخدرات؟ ما تهدى بقى يا جدع، ما تهدى بقى واسمعني. في ايه؟ داخل بسترك وطايح. ما تهمد، مش مخدرات يا اخي، مش مخدرات. ده حبوب مخدره مسكنه منشطه بتبسط العالم. انت بس اللي واخدها على صدرك، لا اعطيني فرصه صرحك ولا افهمك. في ايه مالك؟ اهدى بقى محمود. تنسيب يا جدع واخويا اللي تطلبه دلوقتي وايمانات المسلمين، النسبه اللي انت عايزها واكتر منها، بس على شرط اللي انت شفته يفضل سر بيني وبينك يا ابو نسب. وايه اللي سر بيني وبينك؟ تضيعني. سر بيني وبينك؟ اهدى يا جدع، اهدى يا محمود. ضيعني يا شافع. مخدرات. ايه ده؟ في ايه؟ مالكم؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ التحيه، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا جايبه سمك وقلت نتغدى مع بعض ونقعد شويه على السطوح. في ايه يا محمود؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فهموني. اصلني كنت بدرب محمود على المصارعه، انت عارفيني طبعا في المصارعه، بس ايه طلع في المصارعه عبد الكلب بجد يعني. ايه يا خالو، انت كنت بتضرب بابا ليه؟ لا يا حبيبتي، احنا كنا بنهزر. بتهزروا بجد يا محمود ولا في ايه بالظبط؟ تحيه، سوء تفاهم وراح لحاله خلاص. بصي بقى، ما دام انضربت يا مش هينفع نكمل. ايه ده؟ مين دول؟ ايه دي؟ مين دي؟ هو ايه اصله ده؟ انت بتسخطي ليه؟ تسخط ليه يا زباله يا واطيه؟ اطلعي بره، اطلعي بره يا رزده، انا اجيب لك بوليس الاداب، لوثت بيتي وشرفي. اطلعي بره بره غرف داهيه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. حد فيكم رد عليا؟ مين دي وبتعمل ايه هنا؟ ايه يا ماما الحكايه باينه دي؟ فاتك ليه؟ ليه ازاي؟ ده احنا في عز النهار. لما تكبر هفهمك. بس يا بنت انت وهو، يلا خد اخوك واطلعوا على فوق، اطلعوا على السطوح، انا جاي وراكوا. يلا يلا حبيبي، نسمع كلام ماما، نسمع كلام ماما حبيبي. انتوا الاثنين دلوقتي تفهموني ايه اللي بيحصل هنا، والا والله هتلاقوني وقعت من طولي قدامكم دلوقتي. في ايه؟ الف سلامة عليك يا شيخ. الله حليم ستار، انا هقول كل حاجه اختي وريح قلبك. استغفر الله العظيم، كنت قاعد تعبان في الشغل وحبيت اريح شويه، ما رضيتش اروح البيت، قلت مش هرتاح من دوشه العيال. جيت هنا ولسه بغير هدومي وهنام، وسمعت استغفر الله العظيم ضحكه واطيه واطيه، خرجت
لقيت الأستاذ جايب الزبالة اللي انت شفتيها دي، جايبها في بيتنا، في بيت لها تحية. الأستاذ اللي كان لازم يروح يستدالي في الشغل لحد ما اروح له عشان أوزع عليه شغل بكرة، لا جاي البيت يرتاح. وطبعا عشان يرتاح ما يدخلش بيده فاضية. عاتبته قلت له عيب كده محمود، ما يصحش كده، وحصل اللي حصل. ده حصل يا محمود؟ رد عليا، انت عملت كده يا اخويا؟ رد عليا يا محمود، انت عملت كده؟ اللي حصل بقى تحية ساعة شيطان. ايوه هي ساعة شيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص ساعة شيطان وراحت لحالها اخويا، وعمرها ما هترجع تاني. اسكت انت يا شافع، بكلم اخويا. ما انا هقول لك بس. اسكت انت يا محمود، يطلع منك كل ده؟ انت يا اخويا ده انت متربي تعمل كده في بيت اختك، وتعمل كده في جوز اختك اللي فتح لك بيته وشغلك معاه؟ ليه؟ ده كان هيخليك دراعه اليمين، ده كان عايز يقف جنبك العمر كله. ليه يا محمود؟ طب قول لي انه ما حصلش وانا هصدقك، بس رد عليا يا محمود، انت عملت كده؟ زي ما قلت لك يا تحية ساعة شيطان. تحية ركزي بقى معايا يا اختي، شهوة. انا برضه كنت عشتها لحظات الشقاوة دي واحنا شباب وطايشين، بس اول ما ربنا اكرمنا بقتح الحمد لله صنتها وعشت لها. وانت ربنا يكرمك بكرة تتجوز بنت الحلال وتصونها وتعيش لها يا اخويا. تحية احنا لازم نتجوز محمود. ان شاء الله. يا محمود تتجوز يا حبيبي ونفرح بيك، امال ايه؟ ما انت كبرت بقى كفايه كده، وبعد كده مفيش الكلام ده تاني خالص. انت يا حبيبي متربي وابن ناس، وانا وحياه غلاوتك عندي من بكره هجيب لك احلى واجمل عروسه ببورسعيد كلها، مش كده يا محمود؟ محمود انت رايح فين؟ استنى يا اخويا، انت بتتفرج عليا، ما تروح تجيبه. ما تهدي بقى كمان، في ايه؟ مش حاسه بيه؟ الراجل في ازمه نفسيه، شاف ولاد اخته قدامه في الفضيحه اللي انت شايفاها دي، مش قادر يلم اعصابه، نزل يفك على نفسه شويه. عيب عيب، حس باخوكي. يسترك زي ما سترت عليا، مش هنسالك الجميل ده ابو نسب، اطلب عن يدهم لك اصيل اردها لك في مزنق.